السلام عليكم. جاتني طلبات إني يعني أكتب بعض الحروف في الرقعة والنسخ والديواني، يعني في ناس تلخبط بينهم النون والهاء والراء والقاف وزي كده، يعني أحاول الآن أسويها لكم أشرحها بالشرح. وأنا جاني انتقاد قبل كده في اليوتيوب من شخص، أقول الله يسامحه، يعني يقول لي أنت بتشرح بطريقة غير علمية، يعني ما يجوز، وأنت اللي بتسوي غلط، ليه يا ابن حلال؟ يقول أنت ما بتشرح بالنقط، يبغاني يعني مثلا ما أكتب حرف أقول لكم هذا عرضه 3 نقط 6 نقط 5 نقط. أنا مو أكاديمية، ماني أكاديمية، يعني أنا بعلم بطريقة سهلة مبسطة، على الأقل يعني أقل القليل إنه الإنسان يتعلم إيه لو يجمل خطه بس. فأنا ماني فاتح أكاديمية وأعطي بل، يعني أنا لو كنت أتابع أكاديمي يشرح أمل منه، أمل أنا أمل، وأقولها بالعربي أمل فعلا، يعني كلام ما قبله. أنا بأشرح وكثير استفادوا من شرحي، وكثير يعني شكروا ومدحوا، وعلى قد حالي يعني على قد حالي بشرح. فالرجل هذاك يعني زعلني وقال الله يسامحه، علاوة على انه انا اصلا عندي مشكلة في النظر، احيانا اكتب الحرف وحط العرف مو لاصق كويس، يكون بسبب نظري. يعني نبدأ الدرس على بركة الله، خلينا مثلا نبغى نكتب الالف، أشرح وأكتب عشان تفهموا إيش المقصود. شوفوا ألف النسخ كيف تكتب، النسخ هذا من فوق عريض من تحت نحيف، الرقعة تجيب القلم قليل كده تعرضه عشان زي ما تبدأ زي ما تنتهي. هذا شوفوا الفرق كيف بينهم، هذا ألف الديوانية. تمام، وهذه ألف التلت. ها دحين لاحظوا التلت محتاجة عرف لها شوكة، يعني بسبب نظري أحيانا مثلا لما أجي أسوي الألف كده تلقاني ما ضبطتها من جنبها، أو يعني في مسافة، فمفروض إني أسوي كده وأجي من عندها، فممكن يكون فيها فراغ جوا، يعني في نفس هذا في فراغ، أنا ما أشوف الفراغ هذا. لكن لو كنت بسوي لوحة كبيرة خط كبير لا أتحكم فيه أكثر، مو زي خط هذا صغير. ففهمتوا قصدي، وإن شاء الله صاحبنا يعني يشوف الفيديو. إذن هذا ألف النسخ، ألف الرقعة، ألف الديواني، ألف الثلث. نجي للنون، اللام، يلا خلونا في اللام، اللام مهمة لأنه هي موضوع في اللام. لام النسخ هذا هلال يسموه، تيجي بالميلة هذه وتيجي من فوق نزول لين السطر. تمام، في اللام اللي الأخيرة الوحدة، هذا كله لام النسخ. نجي للام الرقعة، لام الرقعة، خلينا في لام النسخ عشان في لام، متى أبغى كم أكتب زي مثلا دلال أو لال، لا مو دلال، يعني خلينا أكتب جلال، طلعت كده. من هنا من قبل الأخير بشوية أسحب وأجيب الألف مائلة إلى هنا. تمام يا جماعة، وأسوي هذه كده. دحين هذه فيه، هذا كله نسخ ده. أشوف الرقعة كيف أسويها تحت عشان تفرقوا بينهم. الرقعة خلاص زي الألف، زي ما أبدأ أسوي كده. اللام لوحدها كده. تمام، شوف بكتب جلال، الجيم لاحظوا تختلف وأطلع كده، ما أجي من هنا، أجي من فوق وأسحبها سحبة وأوقف عليها الألف توقيف،
تمام، تكون هذه مستقيمة، تكون هي مشطوفة زي كده، شايفين الألف ينزل نزول كده، تمام. هذه في اللام نسخ رقعة، نشوف لام الديواني. لام الديواني في البداية تتكتب كده، أكمل مثلا يعني بكتب لم زي كده، هذه في البداية، في النهاية تتكتب كده، أو الوحدة يعني تتكتب كده، على كيفك توقفها هنا، توقفها هنا، تكملها هنا زي ما تيجي معها. نيجي ل أبغى أكتب جلال، أوقف، أجي من تحت من هنا أسحب بميلة كده صغيرة، لاحظتوا؟ وأجي بعرض القلم وأخذها كده وأسحبها وأسوي بركن القلم كده، تمام يا جماعة؟ وهذه اللام حق الجلال اللي ممكن أوقف هنا، ممكن هنا، ممكن هنا، ممكن أسحبها كده زي ما تيجي معنا، تمام؟ إذا خلصنا من الثلاث علامات، النسخ ورقعة وديواني. خلونا نجي حرف النون. النون في الرقعة في النسخ، خلونا النون في النسخ، هذه النون. أنت الفكرة كيف تكون؟ إنها زي الواحد، شايفين؟ أنا سويت واحد، أجي من ركنة من هنا، لاحظوا يمكن ما طبقت الا في فراغ بسيط يعني، انا نظري، لكن ما انا ما اسوي واحد انا اخذها دعسه واحده يعني، بسويها زي كده، لاحظتوا؟ هذه نون النسخ. فالاخير ممكن النون فالاخير اسوي كده، وممكن اسوي كده، هذا كله نسخ، هذه نون النسخ. نيجي نون الرقعة، نون الرقعة يعني ما أجب أكتبها نون الوحدة، في كده وفي كده، قريبة من النسخ، هي تقريبا قريبة شوية من النسخ يعني، تقدر تقولها، بس في نقطة اللي كده اللي لاصقة فيها، لاحظتوا كيف؟ هذه النون، نون الرقعة، هذا النسخ، هذه الرقعة. نشوف الديواني، الديواني يعني مثلا النون الوحدة كده، ممكن أحط النقطة هنا، ممكن أحطها فوق براحتي. في النون يعني مثلا أبغى أكتب حسن، شايفين كيف؟ أحط النقطة هنا، أحطها هنا براحتي، تمام. في النون الطويلة اللي طلبها مني الأستاذ، يعني من أكتب الرحمن الرحيم، يلا نشوف الرحمن الرحيم بخط إيش؟ النسخ، لأن النون الطويلة تيجي في خط النسخ أجمل، هذا العرف، وأنزل نزول إلين السطر. في راء في النسخ تتكتب كده، وفي راء كده، كل الاثنين مضبوطة. لو ما زبطت معي هنا بركن القلم هذا ارسمها رسم كده، تمام يا جماعة؟ هذا الرحمن. الحاء ممكن احطها هنا، ممكن ارفعها فوق ونزلها عشان الميم تريح عند السطر، تمام، مركبة دي يسموها. هيا جيت دحين عند النون، تمام، خليني أكتب، ما أسوي النون، أتركها شوية النون الطويلة، أكتب الرحيم، بالراء هذه، بالراء هذه، زي ما تيجي معكم، بس نوحدها. لو سوينا الراء دي تكون كلها كده، وسوينا دي تكون أفضل يعني، ما خلي راء كده وراء كده، فبدأنا سويت كده. الرحيم، وهذه الميم،
نجي للنون، يبغالكم يعني تدريب عليها، يعني شوية يبغالها شالة الرحم كلها. لاحظتوا هذه النون الطويلة اللي كان طالبها مني، اللي هي تتكتب كده، تتكتب بالطريقة هذه. يعني انت جيت كده خلاص تنزل وتاخذها بميلة، يعني وانت ماشي تبدأ ترفع قليل قليل، بركون جات معك بركون. تمام. طيب نشوف الثاني اللي هو حرف الهاء. حرف الهاء بخط النسخ كيف تتكتب؟ لاحظوا لما نرجع يا جماعة، لاحظوا لاحظوا لاحظوا، رجعت لنفس اللفة الأولى من تحتها من تحتها، وأجي على نص الهاء. ترى شرح ده، يعني عارفين كيف أنا سويت كده، هذه اللفة أرجعها تاني من هنا، فهمتوا؟ دحين أسويها عشان ما أربش نفسي معكم. هذه الهاء، لاحظتوا؟ هذه هاء النسخ. ها الرقعة، لاحظتوا ما وصلت للي فوق، هذه من تحتها، هذه وصلت للي فوق لحمتها، هنا ما لحمتها فوق هنا. تمام. وفي خط الهاء الديواني تتكتب كده برضو قريبة من هذه بس على أطول قليل. تمام. وفي كده، وبرضو في الرقعة في كده، وبرضو في النسخ ممكن تتكتب كده، يعني هذه الهاء تركبهم كلهم. نجي لهاء الثلث. هاء الثلث كده تتكتب، الورقة ما أدري إيش فيها، توقع القلم وبركنا القلم أسوي العرف حقها الصغير ده. تمام. هذه ها الثلث. تمام. ايش في ثاني؟ نجي لحرف القاف. حرف القاف بالنسخ اذا مع الكلمه الاخ اللي بقول لكم عليه كان يبغاني اسوي زي كده النقط، واشرح لكم بالنقط كده. أنا ما عندي وقت إني أشرح بالنقط دي، وأنتوا حتملوا مني لو أنا شرحت بالنقط. يعني مثلا أقول لكم والله المادة كده الألف خمسة نقط، لا أنا ما أشرح بالنقط، ما أشرح بطريقة. فإذا هذه القاف، والقاف الوسطانية، القاف والفاء زي بعض، قاف لوحدها، لاحظوا لو اني كتبت القاف كده، هذه مو قاف، هذه فاء، هذه قاف. دحين هذا كله ايه؟ نسخ. نشوف الرقعة. الرقعة تتكتب كده مكفولة، وممكن تتكتب كده، والوحدة تتكتب مكفولة، وممكن تتكتب، أنا ما أدري شو مستعجل أنا، كده مكفولة ما تكون مفتوحة. نفس القاف في الديواني، على فكرة الديواني كل نقطه سحبة، يعني ما تسوي نقطتين للديواني كده. القاف والتاء والياء ما تتكتب بالنقطتين. الرقعة والديواني نقطهم كده، الياء والتاء والقاف، ونقطة واحدة زي بقية النقط إذا كان باء أو فاء، فاهمين علي؟ طيب هذه القاف مثلا مع كلمة، وهذه الوحدة وهذه مع كلمة مثلا. تمام. هذه الثلث.
نيجي لحرف برضو، ايوه كلمة الله يا جماعة، يعني الله بخط النسخ الألف يكون أطول من اللام. يعني ما شو، أنا دحين أنا مديت ألف من هنا إلى هنا، فمستحيل نسوي اللام كده معاها، لا أجمل إنك تسوي اللام طويلة. لاحظوا هذه مايلة على جوا، وبعدين أجي من قبل النهاية من هنا أخذها وأرجع للسطر وأرجع تاني. أكررها لكم دحين تاني، لاحظوا، وأطلع طلوع على مستوى هذه، وأجي من هنا مو من السطر مو من تحت. يعني لو أنا جيت أخذتها من تحت شوف منظرها كيف يطلع، يعني لو هي كانت كده وأخذتها برضو من تحت شوفوا منظرها هنا كيف، ما تجي مظبوطة. تيجي من قبل السطر بشوية وتاخدها وتسحب للها، ترجع للسطر وتسحب للها وميلها قليل بس وسوي لها. لاحظتوا كيف الكتابة طلعت معنا الله؟ يعني الله الله ما تتكتب كده بالنسخ، ما لها منظر حلو. أنا ماني عارف أكتبها معدولة، يعني أنت تشوفها حلوة وأنت تشوفيها حلوة، لكن هي الله في النص تيجي بالطريقة دي ميول. دربوا نفسكم على ميول. بعدين في نقطة مهمة، كثير يكتب الله فيها عرف هنا، ولا الألف فيها عرف، هذا عرف أو هلال يسموه. ما تيجي إنك تسوي كده، هذا غلط. يعني ما أنت تكتب الله بالطريقة هذه، مرة غلط، مرة ما تيجي الله ما فيها هذه. وأي ألف أصلا، أي ألف نسخ، أي ألف نسخ ما يجي في عرف، اللي يجي في العرف الوحيد ألف الثلث اللي قلت لكم عليه اللي هو بالطريقة هذه. فهمت علي كيف؟ فما أدري طولت عليكم، وإن شاء الله أعطيكم شروح أخرى، يعني أشرح أشياء ثانية. ربنا يعطيكم الصحة والعافية، وإذا في أي مرئيات أنا تحت أمركم، ألف شكر لكم، مع السلامة.